مشان تشجعني وأنا تشجعت بوجودك معي دائما. أنت أهم شيء بالنسبة إلي وما عندي أغلى منك أبدا. تصبحي على خير. وأنت بخير. كنت جاي لعند مراد. نعم. يا الله، أخذني الحديث مع نهال وما لحقت أشوفه. توقع هالشي، نق شوي ونام. مو مشكلة، بكرة بشوفه بالأول وبراضيه. بونوي. لميس خانم. نعم. أنت أكيد منيحة؟ إيه. اليوم لاحظت أنك كتير حزينة ولون وشك أصفر. معقولة؟ ما في شي أبدا. أكيد ما في شي بيخليك تقلق، أنا منيحة، الأمور كلها تمام. بتمنى هالشي من كل قلبي. إذا ما كنتي سعيدة ومرتاحة بهالبيت أنا ما بكون سعيد. بعرف. تصبح على خير. باخدن؟ بدك مني شي يا خانم قبل ما روح نام؟ شكرا، فيك تروحي تنام. تصبح على خير. تصبح انت بخير. بزنطار النوم من عيوني. لا ابدا، هلا بدي نام. الصبح حكيت مع لميس خانم. ليش لهلا ما قلتي لي؟ ليك نعم خبرك، انتهت الحرب البارده، قلت بخبرك مشان ما تنكشي الموضوع. شو صار بالرساله؟ هالموضوع تسكر نهائيا. ما عم صدق. ليش؟ حكينا قبل هلا وما في داعي نفتح الموضوع. من تحت راسك سرقت الرساله كاتيا من غرفتها. هاي المره خطر بالنسبه إليك، تحديد كبير. انت لا تشغلي بالك، انا بعرف شو عم بعمل، خليكي مرتاحه. عدنان عم يستناني، تصبحي على خير. تلاقي الخير. لا تنسي اطفي الضوء وانت طالعه. فكرت ما رح ترجع.
شوفي. ابدا فكرتك فوق، وقت شفتك خفت كثير. وين كنتي؟ نزلت شوي لتحت، حكيت مع ماما وطلعت. انت منيحه؟ منيحه حبيبي، ليش عم تسال؟ عم تشوفي حرارتك اذا كانت مرتفعه؟ انا منيحه ما في شيء. خلينا ننام، تاخرنا. طيب روحي انت نام وانا جايه. مادموزيل، ملفت للنظر، حلو، هذا خرج سمر. عيب كتير. شوفي هذا بياخد العقل، مستحيل يعجبها. ما جبته مشان سمر خانه، جبته حتى انت تشوفي. هلا خلينا نحل مشكلة الهدية بالأول، لأني أنا مو مشكلة. أنتي جربيه بس شوي، أنا واثقة إنه رح يلبق لك ويعجبك. يلا تلبسي المسا. لا ماني مفكرة أعمل شي خاص بهالليلة حتى لو عجبني. ما بدك تجربي؟ لا. طيب في شي عجبك هون مشان تاخديه لسمر خانو؟ لا. طيب خلينا نطلع لكان بلا ما نضيع وقت على الفاضي، منروح على محلات تانية. يعطيك العافية. مع السلامة. بعمري ما مليت نقيت الهدايا مثل هذا اليوم. اوه نقيتي اليوم كتير. طيب أنا آسفة. مهند شو بده يجيب هدية؟ بظن بده يشتري هدية غالية هو وبشرة. وأنا هيك بظن. بتعرفي؟ أكيد رح تكون جاية مهند على البيت أكبر حدث يحكوا فيه اليوم. منيح عم يضل عند بشرة طول الأسبوع. عم نشتاق له بس ما عم نتقاتل على الأقل. هداك المحل بيجيب شغلات حلوة، يمكن نلاقي اللي بدنا اياه. خلينا نروح لعنده أحسن ما ندور هون وهون. ليش نحن بنعرف على شو عم ندور؟ اوف نهال، امشي.